السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المركز التدريبي كلاب الحرس الدمنهور، معاكم كابتن ابو نور. تحياتي ليكم يا جماعه، تحياتي لكل الناس المشتركه معانا النهارده يا جماعه. حلقتنا حلقه مهمه جدا، وحلقه هنتعرف بيها على كلب جالنا من محافظه اسكندريه، عنده مشاكل في الجلد وفي الشعر وفي الحاجات دي كلها، وزي هي الحساسيه اللي اغلبيه الناس اليومين دول بيشتكوا منها بسبب ان احنا طالعين من الحر وداخلين على فصل الشتاء والكلام ده كله. طبعا هي الكلاب هتخش على فصل الشتاء باذن الله تتظبط، هتبقى شعرها هيتظبط تاني، جلدها هيتظبط تاني، بس في حاجات مهمه احنا بنعملها مع الكلب، لان في حاجه اسمها تقشف في الجلد مثلا، او الجلد بينشف زي الارض يا جماعه اللي هي الطوميه بالظبط. الارض التينه لو ما رويناهاش ميه الزرعه اللي فيها بتموت وبتبدا تنكسر، هي عباره عن هي برضو الشعرايه. لما الجلد بينشف بيبدا الشعر يقع خالص، بيبقى مفيش شعر، بيبدا يبقى فيه عباره عن حاجه زي الارض الخصبه كده، تمام. فيا ريت نهتم بالكلاب بتاعتنا يا جماعه، واحنا بنحميها نجيب فيه زيت اللي هو بتاع الاطفال او الكلام ده كله، بندهن جسم الكلب بيه علشان تفضل البشره دهنيه، وتفضل البشره بتاعت الكلب والجلد بتاع الكلب طري، يفضل الشعر المسام بتاعته تبقى ماسكه بعضها، ويفضل الشعر كويس بتاع الكلب. طبعا هنخش النهارده نشوف كيتوس يا جماعه. كيتوس جاي من محافظه اسكندريه، عنده مشاكل في الجلد الحاجات دي كلها. هنطلع كده نشوف كيتوس كده. طبعا احنا هنا فوق يا جماعه اهوت كيتوس حطيناه اهو، كيتوس واقف اهوت، تمام. هو بيوقف مستغرب المكان بس في وسط الكلاب، تمام. بس هنخش جوه عشان نشوف كيتوس على الطبيعه ونشوف ايه الاخبار. وامبارح مسكنا كيتوس زي ما عرفناكم قبل كده، لما بيبقى فيه حساسيه وفي حاجات زي كده بندهنه زيت اللي هو زيت العربيات، الزيت المحروق. بندهن الكلب زيت كتير، الزيت ده طبعا بنبقى احنا حاطين فيه ملح علشان الملح يقتل البكتيريا اللي في الجلد. بس عيب يا شباب، عيب، علشان الكلب الملح يا جماعه يقتل البكتيريا اللي في الجلد، وفي نفس الوقت الزيت بيبدا يطر البشره علشان الشعر يبدا يطلع على نضيف ويطلع جديد زي ما عملنا مع الكلبه ليلي قبل كده. هنشوف ليلي وصلت لحد فين، وهنشوف كيتوس بدايته كانت ايه، زي نظام ليلي بالظبط. بس طبعا ليلي كانت اصعب من كيتوس بكتير، وحالتها كانت اصعب. يلا جوه جوه جوه، خش يا يوسف جوه. طبعا ادي كيتوس يا جماعه قدام الكاميرا، ادي كيتوس هناك اهو. طبعا الجلد بتاعه باين خالص، الكلب فيه تعوير، الكلب فيه تعوير في رجليه، الكلب فيه تعوير في رجليه، في باين ان جلده باين. لو لاحظنا كده يا جماعه، هنشاور كده، لو لاحظنا كده الحته ديت، تمام، باين الجلد بتاعه. لو لاحظنا الجنب اللي ورا ده كده في تعوير ورا اهيت، ادي تعويره، تمام. طبعا معلش انا مش عايز احط ايدي على الكلب عشان الزيت بس والهدوم والكلام ده كله. الكلب احنا شبعناه زيت اول ما جالنا امبارح يا جماعه، شبعناه زيت بس، غير ان احنا اديناله طبعا امبول افيل مع امبول ديكساميثازون مع الحاجات اللي هي بتاعت الحساسيه دي كلها. طبعا ما ينفعش في الحاله دي يا جماعه ندي ايفوماك خالص، لان لو ادينا ايفوماك الايفوماك هيبهدل الدنيا مع الجلد اللي هو الضارب ده. طبعا ده جلد ضارب زي ليلي بالظبط، لو فاكرين ليلي يا جماعه اللي كانت عندنا هنا. ادي الكلب حتى تحس لو قربت حاجه منها، لان دي عباره عن تعوير. التعوير دي بقى الزيت ده بيطريها خالص يا جماعه، وبتبدا ان هي ايه. طبعا بكره باذن الله هنبدا نرش له الدواء الازرق اللي هي الجنتيانا الزرقاء، تمام. وهنبدا ان احنا بقى نديله الجرعه الثانيه من العلاج زي الافيل والديكساميثازون والحاجات دي كلها. طبعا كلها حاجات للحساسيه دي لازم نهتم بيها، وهيبدا باذن الله هيرجع لحالته الطبيعيه وهيبقى تمام التمام. وطبعا يا رب يكون اصحابه كمان يشوفوا الحلقه ديت ويطمنوا عليه. الكلب عندنا هنا اقامه محطوط في وسط كلابنا. على فكره يا جماعه المرض ده مش معدي ولا حاجه، طبعا احنا مامنين وحاطينه في وسط كلابنا، وكلابنا كلها موجوده هنا، تمام. ما فيش اي مشكله مع الكلب، الكلب بيتعامل عادي في وسط الكلاب. بدا ياكل النهارده، بياكل بطريقه كويسه وبياكل كويس خالص، لان الكلب خد العلاج بتاع الحساسيه، جسمه بدا يهبط عليه بعد ما كان هرش وبعد ما كان الحاجات دي كلها. لو لاحظنا هنا كده يا جماعه اهو حمار في جلده، حمار جامد في جلده، تمام. فدي حاجات طبعا ربنا يسهل الحال ويبقى تمام التمام ويرجع لحالته الصحيه كويس. تعالوا بقى يا جماعه نشوف ليلي وصلت لفين. فاكرين ليلي يا جماعه ولا نسيتوها؟ اللي كانت ما كانش فيها ولا شعرايه خالص، هنفتح لليلي كده ونطلعها. هي بتحب تقعد جوه تقفل على نفسها الباب، كمان الباب احنا مش قافلينه هو مفتوح اهو. هتطلع ليلي، تعالي ليلي. طبعا ليلي جوه اهي يا جماعه، ادي ليلي طالعه اهي. تعالى الناحيه دي كده شويه يوسف، ادي ليلي يا جماعه شعرها طلع، شعرها تعالي ليلي ليلي.
ادي ليلي يا جماعه، قرب الكاميرا كده منها. طبعا ليلي يا جماعه شعرها طالع هي، بس ليلي من طبعها اساسا من يوم ما جت هنا ما بتحبش تندمج مع الكلاب قد كده. استنى يوسف. تعال تعال. استنى اشرب الميه. طبعا ليلي يا جماعه واضحه في الفيديو شعرها طالع اهو. فاكرين الجلد الاسود يا جماعه وما كانش فيها شعرايه؟ ما كانش فيها شعرايه خالص. ادي الجلد، ادي الشعر طالع اهو تمام، وبقى التمام التمام الحمد لله. ما فيش بعد ما كانش فيه ولا شعرايه الحمد لله دلوقتي الحمد لله. طبعا الشعر طلع وبقى التمام التمام. ف ادي يا جماعه ده كانت المشكله بتاعت النهارده. عرفناكم على الكلب ده وصلنا معاه لايه. طبعا هو كان جاي خاسس اكتر من كده كمان امبارح، يعني كان الكلب مع ان اصحابه على فكره كانوا مهتمين بيه بس مش عارفين يوصلوا النتيجه للعلاج لموضوع الحساسيه ده، وما كانوش ما كانش في تشخيص صح عشان يعرفوا ايه المشكله. بس الحمد لله ظبطناه وهيبقى تمام التمام في خلال اسبوع او اسبوعين هينتهي المرض ده خالص من عند الكلب ومش هيجيله تاني موضوع الحساسيه، لان موضوع الزيت ده يا جماعه هو الحاجه الوحيده اللي بتقضي على الحاجه دي خالص. دي الحاجه الوحيده اللي بتقضي على الموضوع ده خالص، وبتحاول الزيت ده بيخلي الجلد يرجع لوضعه الطبيعي ويرجع لنظامه الطبيعي. طبعا يا جماعه نستكفي بقى لحد كده. يا رب تكونوا شفتوا الكلاب عندنا عامله ايه دلوقتي، ويا رب تكونوا شفتوا المشكله اللي جات لنا من محافظه اسكندريه، وباذن الله هتبقى تمام التمام زي ليلي. اكيد كلكم شفتوا دلوقتي ليلي وشفتوها قبل كده في حلقات فاتت. طبعا باذن الله وبمشيئه ربنا هنظبط الكلب ده برده وهيبقى تمام التمام وهتبقى حالته الصحيه تمام التمام، وهو بدا هنا يتعامل مع الكلاب ويمشي في وسط الكلاب، وبدا النهارده ياكل بطريقه كويسه ولقيناه متقبل العيشه في وسطيهم ومتقبل الاكل معاهم. يا رب تكونوا استفدتوا من الحلقه ديت وتكونوا شفتم احنا الكلب بدانا معاه ازاي، بالزيت وبالدكساميثازون وبالافيل علشان نقضي على الحساسيه اللي في جسمه، وباذن الله في خلال اسبوع او اسبوعين تكون انتهت المشكله اللي عند الكلب وهيبقى تمام التمام. تحياتي ليكم وتحياتي لكل المشتركين معانا. ما تنسوش يا جماعه تعملوا الفيديو ده لايك وتعملوا له شير، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناتين بتوعنا تدريب كلاب هوم دوجز دمنهور، تدريب كلاب البحيره كابتن ابو نور، وتفعلوا الجرس عشان تتابعوا معانا كل يوم جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.